البرنامج فاتح إلى أن هناك أطراف تريد دائما التشويش على نجاح الدورة. ولما نتحدث عن هذه الأطراف لا نقصد بالضرورة يعني الدولة أو الشعب يعني، ولكن نتحدث عن الاتحادية المغربية لكرة القدم التي اشترطت خطا مباشرا الدخول مباشرة إلى مدينة قسنطينة. حاولت يعني أنا نسميها يعني محاولة التشويش على الدورة، فيعني لا نستطيع تسميتها غير ذلك، لأنه البلدان المشاركة تقريبا كلها راح تعمل يعني خطوط غير مباشرة، راح تنزل في دولة بعدها باش تدخل إلى الجزائر. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب المغربي لمدى الاستثناء، هو يطالب بخط مباشر وإلا عدم المشاركة، التهديد بعدم المشاركة أو خط مباشر، يعني هذا يعني من تشويش على الدورة وعلى نجاحها. هذا الأمر حمزة يعني هو ليس بأمر غريب، يعني كنا يعني تعودنا على مدى مثل هذه الأمور، وكنا نستناو فيها يعني حتى في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط شفنا يعني عدة أمور مثل هذه، وشفنا يعني تشويش يعني كبير على الجزائر لأجل إفساد ذلك العرس الرياضي. نفس الشيء يعني يحدث هذه المرة قبيل يعني انطلاق بطولة الشان التي تحتضنها الجزائر لأول مرة. مثل ما قلت يعني كل المنتخبات الإفريقية يعني 18 منتخب إفريقي يشاركون يعني في هذه الدورة، ولا أحد يعني اعترض على طريقة قدومه للجزائر أو ما شابه ذلك. شفنا يعني إلا الجار الغربي للجزائر الذي يحاول في كل مرة يعني اختراق أعذار في كل مرة يعني تستضيف الجزائر حدث رياضي. لماذا يعني لم يطلبوا هذا الأمر يعني في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالرغم من أنه يعني مدينة وهران أقرب إلى المغرب من مدينة قسنطينة، كما أنه يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، لماذا لم يطلب يعني بمثل هكذا أمور قبل أسابيع أو قبل أشهر؟ يعني لماذا انتظر حتى الدقائق الأخيرة؟ أعتقد بأنه يعني الجزائر القائمين على كرة القدم الجزائرية وحتى السلطات كانوا يتوقعوا هذه الأمور، والجزائر يعني راح تتصدى لكل شيء لأجل إنجاح أقول هذا الشان، مثل ما يعني أنجحت وأبهرت يعني في حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وحتى تنظيم. يعني هذا الأمر أكثر منه عز الدين سياسي، أكثر منه رياضي، يعني ولا يجب مزج صح. سياسة ورياضة، وهذا موجود حتى في الأعراف والمواثيق الدولية بالنسبة للجنة الدولية للألعاب الأولمبية وحتى لوائح الكاف، يعني تنص انه عدم تدخل بين السياسه والرياضه، والطرف المغربي دائما ما يحاول فعل ذلك تشويش. يعني ويضغط على الجزائر، ولكن عز الدين الدوله الجزائريه اكيد انها تدرك ما تفعل، وان شاء الله ستكون الشان ناجحه 100%. شوف كما تفضلت والله كما قلت نحيت لي الفكره من راسي، هي ولات دوك سياسه، يا دوك سياسه. انا كنا طامعين بعد كيلكو جور اوبارافون، انا جوري بيان ايمي لو كان الجزائر تقبل ولا باش العرس يكمل كامل، وماذا بينا الفريق المغربي يجي لهنايا باش ميم الدوره تكون دوره تانية فيها قوه فيها تانية خاص. ما تنساش باللي في الدوره هذه ما كاش تونس، ما كاش مصر، ما كاش عده عمال، ولكن كاين سينيغال، كاين كوت ديفوار، كاين كوت ديفوار ما كاش، كاين لا كوت ديفوار، كاين سينيغال، كاين الكاميرون، نيجيريا، نيجيريا ما كاش، نيجيريا ما كاش، لونغولا كاين، ماذا بينا يكونوا هكذا باش يكون المستوى يطلع. ولكن هي هنايا دوك جارتنا دي المغرب راهي تستعمل في السياسه، واش نقول لك دوك ولات القضيه ماهيش قضيه رياضيه، خاطر كان قضيه رياضيه يجيو، وكاين عده طرق باش يجيو ساهلين ساهله، لكن هما راهم يحوسوا على هذا الشيء. واش نقول لك ربي يهديهم وخلاص، هذا واش نقول لك، مي سي مالورو كما تفضلت انت، ما نخلطوش الرياضه مع السياسه، سياسه للسياسيين ورياضه للرياضيين، ولكن واش نقول لك هما راهم
استعملوا السياسه في هذه الحاله هذه. هذا هو يعوض ضعفه من الناحيه السياسيه بالجانب الرياضي. سي بوسيبل سي بوسيبل هكذا يبقى الجروب تاعو دوك ولا ما جاش المغرب الجروب تاع الجروب تاع المغرب يقعد فيه السودان يقعد فيه غانا ومدغاسكر هذا واش كاين. ولكن عز الدين رغم ذلك العلاقه بين الشعبين المغربي والجزائري لن تتأثر بمثل هذه التصرفات من هذا من هذ المسؤولين يعني ما شكيت. اكيد عز الدين الان راني متاكد باللي الشعب المغربي ماهوش راضي بهذه السياسه ماذا به يجي يشوف ويشوف اولادهم يلعبوا هنا في الجزائر والجزائريين يلعبوا في المغرب. هذه واش نقول لك تغلبت السياسه على الرياضه واش نقول لك ربي يهديهم وخلاص واش نقول لك. اكيد عز الدين لكن يفو فار اتونسيون مع ذاك القجع هذاك خاطر يفوا شيرشي دي بتيت كيما نقولوا تفاصيل تفاصيل او نيفو دو لاكاف والقوانين يفو فار اتونسيون يفو فار اتونسيون يفو فار اتونسيون مام وقيلا صاب واحد البند وقيلا في لوائح تاع لاكاف نيميرو 5 ولا واحد يتكي عليه هذاك لازم السلطات تاعنا ما نقولش لا فيدراسيون تاعنا راهي في بحر وقت اخر لازم السلطات تاعنا والحكومه تاعنا وكما نقولوا الدوله تاعنا لازم يتفطنوا لهذا الشيء هذايا خاطر كاين واحد البند نيميرو 5 الله اعلم ما راح يتكي عليه باش يضغط على الجزائر. اكيد ولكن باش ماشي باش يجيب لا باش يحلوا له طريق ولكن باش محسوب ما 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 ينورا با دو سانكسيون ما يكونش عنده دي سانكسيون هذا هو البند هذاك. ولكن رغم ذلك عز الدين يعني نظن ان الجزائر خطواتها محسوبه وما تقوم به مدروس ولا يعني تسير الامور هكذا عبطه او يعني عشوائيا. ولكن حتى المنتخب المغربي مرحبا به وشفنا الوفد المغربي لما جاء الى الالعاب الاولمبيه لقى كل الترحاب من طرف الشعب الجزائري شفنا استقبال حار في وهران. الامر لن يختلف هذه المره لطالما حلت الفرق المغربيه شفنا الوداد جات الجزائر وتلقات كل الاستقبال والعكس بالنسبه للمنتخب الجزائري لما مشى الى المغرب لقى كذلك الترحاب في اللقاء ضد بوركينا فاسو يعني ما كان حتى ومازال الوقت حمزه حتى لو دي صح مازال الوقت على كل حال سي جامي توال مي فون شونجي دافي. ولكن بمثل هذه التصرفات يحاولون الضغط على الجزائر فقط من اجل كسب الوقت. اذا نغلقوا